بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہے المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعت المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا اقتصام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رونا شمشا سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیریز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور، چوک بیگم کوٹ، شاہدرہ، لاہور. فون 03008081623. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
کا حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا